له ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ففارق عظيم بين أن يقتنع الإنسان بالرأي وأن يعتقده أن تقتنع بالرأي فهذا يعني أنك تضيفه إلى مخزونك ورصيدك العلمي تضمه إلى قائمة معلوماتك وأما أن تعتقد الرأي فهو أن يعيش في عقلك وأن يعشش في قلبك وأن يسري في دمائك وأن يمازج مخ أعصابك وعظامك فارق عظيم بين أن يقتنع الإنسان بالرأي معلومة باردة جافة جامدة وأن يعتقد الرأي حياة طوارة موارة تنتج حياة من بعد حياة إن المعرفة المجردة عن الإيمان هي المعرفة الباردة التي لا تنتج في الحياة عملا وأما الإيمان فهو حركة القلب وحركة الدماء أما الإيمان الحق فهو الذي يثمر العمل من بعد الإعراب باللسان عن معتقد القلب الكامن فيه ولذلك عرف علماؤنا الإيمان بقولهم هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان فليس معرفة باردة يثبتها العقل ثم لا يتفاعل معها حركة في الحياة ونطقا باللسان وإنما هو اعتقاد قلب على عقيدته ونطق لسان ببيانه بإرادته وحركة في الحياة على مقتضى نور الإيمان بمحبته الإيمان الحق شيء فوق المعرفة المجردة وما أكثر الذين يعرفون وما أقل الذين يعتقدون ويؤمنون إن إبليس لم تنقصه المعرفة بالله جل وعلا هو مثبت لوجوده مقر بسلطانه عالم بإرادته ومشيئته وقدرته
إن إبليس لم تنقصه المعرفة، إن إبليس كان عالما بما يريده الله رب العالمين على وجهه، وعارفا بالله رب العالمين بإرادته ومشيئته وقدرته. إن إبليس لم تكن تنقصه المعرفة بالله جل وعلا أنه على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومع ذلك تخلف العمل عن المعرفة، لأن الأصل هو ما اعتقد الجنان لا ما ألقي في العقل ولا ما نطق اللسان. وفرعون كان عالما أن ما جاء به موسى من البينات والمعجزات والهدى هو من عند الله جل وعلا، كان عالما أن ما جاء به موسى لا يقوى عليه بشر ولا يستطيع أن يأتي به إنسان. هذه معرفة قد استيقنها قلبه وأثبتها عقله، ولكن مع ذلك تخلف ذلك عن ذلك، لأن الإيمان بالله جل وعلا شيء فوق المعرفة المجردة يسمو ولا يسمى عليه. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقرر موسى عليه السلام في وجهه أنك تعلم وأنا أعلم أن ما جئت به من المعجزات والبينات والهدى إنما هو من عند الله جل وعلا رب السماوات والأرض رب العالمين. بل إن الله جل وعلا أثبت في كتابه العزيز أن فرعون عليه لعائن الله هو وملأه كانوا مستيقنين بما جاء به موسى عليه السلام وأنه من عند الله جل وعلا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها ظاهرا واستيقنوا بها باطنا. كفر العناد الذي عانى منه بعد فرعون هذه الأمة، الذي عانى منه بعد صناديد قريش وطواغيتها، وردوا في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء به، يعتقدون باطنا ويكذبون ظاهرا. كفر العناد كما أتى من فرعون عليه لعنة الله، يقرر الله جل وعلا في حقه وحق الملأ من قومه، والملأ في القرآن ما ذكر فهو العلية من القوم المقدمون فيهم دنيا لا آخرة، وانحطاطا وسفلا لا سموا وعلوا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء لم تكن تنقصهم المعرفة كما قرر الله جل وعلا في كتابه المتين، المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله جل وعلا بين أن كفار قريش يوقنون أن الله رب العالمين هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لو أنك يا محمد أقبلت عليهم فسألتهم من الذي خلق السماوات وفطرها، ومن الذي بسط الأرض ودحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها، من الذي نصب الجبال وفجر الأنهار وأجراها، ومن الذي أجرى البحار تجري فيها وفوقها الفلك كالأعلام آية لكم وبصيرة وحكمة، من الذي خلقكم
من الذي خلق السماوات والأرض؟ سيقولون الله، فما لهم لا يؤمنون وما لهم لا يصدقون؟ ولماذا يكذبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كفر العناد. إن المعرفة المجردة معرفة باردة لا تنتج في القلب عملا ولا في الحياة وجودا ولا حركة، ولكنها تؤدي إلى الإيمان إن أراد الله رب العالمين وقضى وقدر، وإلا فهو الوقوف عند تلك المنطقة المعرفية لا يتقدم عنها المرء وربما تأخر. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشأوا في مجتمع قبلي يقدس أمورا ويرفع من شأنها، وظل الأمر كذلك مدة مديدة من الزمان. الله جل وعلا يستلها من قلوبهم شيئا فشيئا لكي يكون الإيمان بالله رب العالمين وبنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالصا ومجردا. أما ما يعتمله في قلوبهم من تلك الوراثة الجاهلية التي تلقوها قرونا من بعد قرون، وراثة في جيناتهم تجري في عقروقهم وتستقر في خلاياهم وتسبح في دمائهم، فيستلها ربنا جل وعلا شيئا من بعد شيء، وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤاخي في المدينة بين عمه الحمزة رضوان الله عليه ومولاه عبده وخادمه الذي أعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبناه زيد بن حارثة. أقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين حمزة بن عبد المطلب رضوان الله عليه وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقادمه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن أمر الزواج على وجه الخصوص من الأمور التي لا يسمح العربي ولو قتل قتلا من بعد قتل أن يتنازل فيها عن مواضعاته وموروثاته وعن الكفاءة التي يعلمها لنفسه وقبيلته وعروقه وأصوله وأنسابه وأحسابه. فطرة صارت عندهم مفطورين عليها، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه جل وعلا ينكح زيد بن حارثة رضوان الله عليه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وزينب لا تطيق، ولكنها صاغرة طائعة لأمر الله جل وعلا. يريد ربنا جل وعلا وهو العليم الخبير أن يهدم ذلك الأصل الموروث عندهم من تلك الأمور التي كانوا يتواضعون عليها من مسألة التبني وما دار في تلته تحليلا وتحريما وإرثا وتوريثا. ثم يأتي ربنا جل وعلا في هذا الأمر بهذه القرشية الهاشمية الشريفة ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجعلها الله جل وعلا تحت زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخادمه رضوان الله عليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال أبو ذر رضوان الله عليه لبلال
في فلتة من فلتات اللسان يا ابن السوداء. وبلغت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أبا ذر، لقد طف الصاع، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء. يا أبا ذر، لقد طف الصاع، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لبلال رضوان الله عليه، وهو عبد حبشي معتق اعتقه أبو بكر رضوان الله عليه، يتسع قلب عمر وأفقه الذي لا حد له أن يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضوان الله عليهم جميعا. بلال، كما أخرج الشيخاني، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني ما سرت البارحة في الجنة مسيرا إلا سمعت خشفا عليك بين يدي في الجنة. فحدثني يا بلال عن أرجى عمل عملته في الإسلام. قال: يا رسول الله، إن أرجى عمل عملته في الإسلام أني ما تطهرت طهورا تاما إلا وصليت به ما شاء الله أن أصلي. وهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة مؤتة، يجعل على 3000 من أصحابه رضوان الله عليهم، وفيهم خالد رضوان الله عليه، يجعل عليهم زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم بعد ذلك عبد الله ابن رواحة رضوان الله رب العالمين عليهم جميعا. تكلم الناس في إمارة زيد على هؤلاء، ومن أواخر ما صنع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، أن جهز جيشا لغزو الروم، فجعل على الجيش أسامة بن زيد بن حارثة رضوان الله عليهما. وتكلم الناس في إمارة أسامة فما تكلموا في إمارة أبيه من قبل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض الموت، والجيش الذي أعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغزو الروم فيه تحت إمرة أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله وصاحباه، وفي الجيش سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أوائل السابقين الأولين إلى دين الله. هؤلاء مع كلة صالحة من المهاجرين والأنصار بأمر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصدر في ذلك عن رأيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو بأمر الله جل وعلا. كل ذلك يأتي من عند الله رب العالمين، وكل هؤلاء بأمر الله جل وعلا بلاغ من نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحت إمرة أسامة بن زيد في 17 من عمره أو نحوها الشيخان، فمن دونهما رضوان الله عليهم جميعا تحت إمرة أسامة. وتكلم الناس في إمرته، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته يتحامل حتى خطبهم، فقال: بلغني أنكم تكلمتم في إمرة أسامة
فما تكلمتم في إمرة أبيه من قبل، ووالله إنه لخليق للإمارة كما كان أبوه خليقا للإمارة، ووالله إن كان لحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أي أسامة حب رسول الله، فأسامة الحب ابن الحب، حب رسول الله وابن حب رسول الله، ابن حبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى الإيمان عندما يستقر في القلب كيف يعمل عمله. هذا أبو بكر رضوان الله عليه لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وولي على المسلمين، ينفذ بعث أسامته، ولا يحل لواء عقده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيديه، وكان جنديا عند أسامة لا يتخلف عن ركبه. فلما اختير رضوان الله عليه إماما للمسلمين وخليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ينظر إلى ما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما قال. كان جنديا مأمورا تحت أمير مطاع هو أسامة بن زيد، فرفعه الله رب العالمين فأصبح أميرا للمؤمنين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك توقف عند حده فلم يرى أن كلمته تسري على أسامة، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم ما عقد، وما كان ليغير أمرا أرساه النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يسير في ركب أسامة، فيقول أسامة وهو راكب: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، ولم تكن امرة المؤمنين قد ظهرت بعد، وإنما جاءت بعد لعمر رضوان الله عليه. يقول: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن؟ فيقول: لا والله، لا تنزل ولا أركب، وما علي ألا أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم يقول: يا أسامة، وهو سائر وأسامة على فرسه في شكته في لأمته في عدة حربه في عتاد رضوان الله عليه، يقول: يا أسامة، يا من أمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعقد لك اللواء بيده، إن رأيت أن تترك لي عمر لأستشيره وأستنصحه وأتقوى به فعل، وإلا فالأمر إليه، وإلا فالأمر ما تقول. يا لله، ما هذا الأفق العالي الذي لا يستطيع الفكر أن يصل إليه، والذي لا يستطيع الإنسان مهما سمت روحه أن يتخيله، فضل تخيل، فضلا عن أن يكون حالا به نازلا بساحته، إنكار للذات ومعرفة بقدرها أمام الحقائق العليا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي يطاع، وأبو بكر رضوان الله عليه يقف أمام أوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطيعا صاغرا. أبو بكر رضوان الله عليه يعرف قدره عند الله جل وعلا. أبو بكر رضوان الله عليه وهو صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومقدم الأمة بعد نبيها، لا يقدم أهل السنة عليه أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لأسامة وهو حدث بعد وهو سائر على الأرض يغبر قدميه في سبيل الله ساعة، وأسامة على فرسه أو على جواده، يقول مستسمحا: يا أسامة، لو رأيت أن تدع لي
عمر لأستشيره وأستنصحه وأتقوى به فعل، وإلا فالأمر إليه. الأمر ما تقول، لأن الأمر ها هنا، إنما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر الذي طلب أبو بكر رضوان الله عليه أن يستبقيه، وأذن في ذلك أسامة رضوان الله عليه. عمر هو الذي وجد عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما في نفسه لما أجزل عمر لأسامة ابن زيد العطاء وأعلاه عن عطاء ولده عبد الله بن عمر، فلما وجد في نفسه على ذلك قال له عمر: يا عبد الله، والله إن كان زيد لأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبيه، من عمر، وإن كان أسامة لأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منك، فأنا أوثر حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حبي. نعم أنا أحبك، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أسامة فوق حبه إياك، فأنا أخدم أسامة عليك وأضرب بوشيجة اللحم والدم عرض الحائط ما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم فأنا أقدم، وما دام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر فأنا أؤخر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمهم ذلك الإيمان الذي استقر في قلوبهم وامتزج في بأرواحهم ودار في دمائهم وخالط خلاياهم وتفاعل بحيواتهم، فصاروا كأنما هم من الملائكة المطمئنين الذين يمشون على الأرض يرون بهدي الله رب العالمين وبنوره، ويتكلمون ويصدرون في أعمالهم عن بصيرة مؤيدين من قبل الله جل وعلا. عباد الله، إن الله رب العالمين في القرآن العظيم يعجب من شأن الإنسان في كفره. قتل الإنسان دعاء عليه فيه تفضيع وفيه تهويل وترعيب. قتل الإنسان ما أكثره، إن كانت ما تعجبية فهذا جري على أسلوب العرب في كلامهم عند تعجبهم. قاتله الله ما أصحه، قاتله الله ما أجرأه، قاتله الله ما أفجره. فيقول الله جل وعلا جريا على السنن العربي الذي نزل به القرآن العظيم: قتل الإنسان ما أكثره، فيعجب من كفره، لأنه كما سيأتي بعد هذه الآية لا ينبغي أن يصدر منه، وهو نطفة مذرة تصير إلى جيفة قذرة، وهو فيما بين هذا وهذا يحمل في بطنه ما القوم به عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي عن ربه جل وعلا هذا البيان المجيد في بيان طبيعة الإنسان الكافر: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. ولولا أن الله جل وعلا يسر له سبيل الخروج من بطن أمه ما خرج من بطن أمه. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. الله جل وعلا يحكي لنا رحلة الإنسان من النطفة إلى الحمل بالتيسير في الخروج إلى الحياة، ثم بعودته إلى القبر جيفة منتنة، ثم بعودته إلى الله جل وعلا. فمن أجل أي شيء يكفر؟ قتل الإنسان ما أكثره، وإن كانت ما استفهامية، قتل الإنسان ماذا أكثره؟ ما الذي أكثره وهذا حاله وهذا شأنه؟
وهذا الشأن وهذا الحال جديران بأن يكون مؤمنا بالله جل وعلا عائدا إلى الله رب العالمين. ولكن كما قال الله رب العالمين في كتابه المجيد: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الأقرع والأبرص والأعمى عندما ابتلاهم الله جل وعلا وأخرجهم من ضوائقهم، فأصبح الأعمى بصيرا وأصبح الأقرع ذا شعر معجب والأبرص ذا جلد مزهر. ثم نمى الله رب العالمين لهم من ألوان المال ما نمى، وأرسل الله رب العالمين إليهم من هو على شاكلتهم في حال ابتلائهم يطلب منهم ويرجوهم، حتى إنه لا يقول له آتني مما آتاك الله، فيقول إنما أوتيته كابرا عن كابر، قتل الإنسان ما أكفره. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنما أوتيته كابرا عن كابر. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل الداعي إلى الله رب العالمين والعالم بدين الله رب العالمين عاملا بما يعلمه، عاملا بما يعرفه، داعيا إلى ما يعلمه وإلى ما يعرفه. ولذلك تجد ربك جل وعلا يقرن بين الإيمان وما ينتجه الإيمان ضرورة، وإلا كان إيمانا كاذبا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا لا بد أن يأتي منهم عمل صالح بفضل الله جل وعلا. الإنسان الصالح هو العبد المسلم الذي ينتهج نهج الله رب العالمين الذي أنزله على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان الصالح هو المسلم الذي يلتزم بمنهج الله جل وعلا، وعلى قدر تمسكه بالمنهج على قدر صلاحه دنيا وآخرة، يأخذ من ذلك بقدره، فمقل ومستكثر والأمر لله جل وعلا. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بالإيمان وبحقيقة الإيمان، وأن يرزقنا العلم والعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم والعمل، وأن يتقبل منا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هي وظيفة العالم بشرع الله والداعي إلى دين الله في هذا العصر؟ ما هو موقف العالم بشرع الله والداعي إلى دين الله من العلم المادي الذي تملك الناس أسبابه في هذا العصر؟ ألا إن العلم المادي ما هو إلا نتيجة حتمية للخلفية العلمية العقدية التي يدين بها من أنتجه. لا يوجد علم مادي من غير علم ديني شرعي ولو كان باطلا. لا يوجد علم مادي لا يرتكز على خلفية عقدية. على ضوء ما يعتقد الناس يأتي علمهم المادي. لو أنك نظرت إلى العالم الغربي الفاجر والعالم الشرقي الملحد
وتأمل فما أنتجوا من أسباب المدنية وأسباب القوة، وجدتها مرتكزة في النهاية على أسس ما يعتقدونه. لو أنك نظرت إلى ما يعتقدون في شأن الخمر وإلى ما يعتقدون في شأن لحم الخنزير مثلا، وهم لا يحرمون ذلك، وإن كان الدين الذي يدينون به يحرمه في حقيقته وأصله، هم لا يحرمون ذلك ولا يعتقدون حرمته، ولذلك يتعاملون معه على أنه أمر طبيعي أن يتأتى منه دواء وشفاء، فيجعلونه في أدويتهم ويجعلونه قواعد تدخل من أجل أن يصلوا في تصنيع الدواء إلى ما يصلون إليه، وفي المنتهى يصدر هذا وهذا عن عقيدة يعتقدونها. إذا ما أردت أن تأخذ هذا إلى الأمة المسلمة وجدت النزاع دائرا بين الأصل الذي يعتقده المسلمون والأصل الذي يعتقده هؤلاء، وليس في المنتج ذاته، لأن المنتج إنما أنتج على أساس عقدي في أصله وفي أساسه. ولذلك تجد المسلمين يقولون إن هذا في أصله إنما صنع من لحم الخنزير وهو عندنا حرام. لو أن المسلمين تملكوا مقادة العلم المادي لما صدروا عن هذا المصدر ولما ساروا في هذا الطريق. لو أن المسلمين كانوا سادة وكانوا روادا وقادة في العلم المادي لكانوا أبعد الناس عن استخدام الخمر في الأدوية وما أشبه، لأنهم يعلمون أنها محرمة عليهم، ولأنهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. لو أن المسلمين كانوا هم القادة في هذا العلم المادي لعلموا أن هذا الذي يأخذ به القوم غربا وشرقا في تصنيع ما يصنعون من لحوم الخنزير ومن شحومها كل ذلك محرم عليهم، أي على المسلمين، فلو أنهم كانوا هم الذين يبدأون هذا الطريق لكانوا أبعد الخلق عنه بفضل الله رب العالمين. فما هي وظيفة العالم المسلم اليوم؟ وما هي وظيفة الداعية المسلم اليوم؟ ألا إن وظيفة العالم والداعية أن يوجه الأمة المسلمة إلى أن تتملك المقادة والريادة والسيادة في دنيا الله رب العالمين، وأن تتملك أسباب القوة على أساس متين من العبودية لله رب العالمين. وظيفة العالم المسلم أن يجعل في يد القائد وأن يجعل في يد العالم المادي الذي يصل إلى ما وصل إليه القوم أو فوق ما وصل إليه القوم من تملك لأسباب القوة المدمرة المهلكة المبيرة التي لا تبخي ولا تذر، أن يجعل في عقله وفي قلبه وفي تصرفه قيمة الدين الإسلامي الحقة، القيمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي العبودية لله رب العالمين. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ربه جل وعلا في كتابه العظيم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر، فأمره الله رب العالمين أن يصير إلى الصبر لا إلى العقاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قيمة لما امتلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقادة القوة، وأصبح الأمر بين يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقف أمامهم وهو قادر بقدرة الله جل وعلا على أن يعلقهم على أعواد المشارق هناك، وعلى أن يذبحهم تذبيحا، وعلى أن يقطعهم تقطيعا، وقف يقول لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وظلال الإساءة منهم بادية،
وظلال الجحود مشرائبة بأعناقها. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات الموطن الذي وقعت فيه الإهانة، عندما كان ساجدا فألقي بين كتفيه بسلى الجزور، ووضع التراب على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو واقف في ذات الموضع الذي خنق فيه رسول الله وشدد عليه في الخناق، ثم أرسل فوجب أن وقع كما يجب الحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذات الموضع الذي ضرب فيه وجه أبي بكر رضوان الله عليه بالنعال حتى اختلطت ملامحه وأغشي عليه، في ذات الموضع الذي أوذي فيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوذي، وطهد فيه من طهد. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول للذين أساءوا قبل وللذين أهانوا من قبل، يقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ كانوا قد تشربوا حقيقة القيمة الإسلامية العالية، وكانوا قد رأوا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفعل المسلمين عندما يمتلكون زمام القوة، كانوا قد رأوا وعلموا كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفينة القوة وهو على دفتها، كيف يوجهها في هذا العالم المضطرب بالأهواء والنزغات والنزعات، كيف يخلص بها من الأهواء والشهوات، كيف يحق الحق ويبطل الباطل بأمر الله رب العالمين. وظيفة العالم المسلم والداعية إلى دين الله رب العالمين أن يحقق القيمة الإسلامية العليا في نفسه، أن يكون قادرا على تحقيق أهوائه، وأن يكون قادرا على وضع نزغاته ونزعاته تحت قدميه، أن يكون قادرا على التخلص من انتماءاته إلى الحسد والنسب، أن يكون قادرا على الاستعلاء فوق العائلة والقبيلة، أن يكون قادرا على الاستعلاء فوق المال والجاه والمنصب، أن يكون قادرا على التواضع لله جل وعلا، أن يكون قادرا على العفو مع المقدرة على الإساءة، بل قادرا على العفو مع القدرة على الانتقام بالعدل والنصفة بالحق، أن يكون فاعلا في أرض الله بدين الله، أن يكون دينا يتحرك على الأرض، ثم يحمل الناس بعد ذلك بهذا المنهج بدعوته لله رب العالمين على القيمة الإسلامية العظمى. كونوا عبادا لله رب العالمين، عبدوا القلوب لله جل وعلا، اخرجوا من الشهوات والأهواء. وظيفة العالم المسلم اليوم ليست كلاما يحشى به الرأس، وليس كلاما يحضب به باللسان بين الأشداق، وليس كلاما يخطه البنان يملأ الأوراق. ليست وظيفة العالم المسلم اليوم، وليست وظيفة الداعية المسلم اليوم أن يحشو رأسه بما لا يوازي رصيدا فاعلا وعاملا في دنيا الله رب العالمين. هذا نفاق لا يعرفه الإسلام، هذا رياء يمقته دين الإسلام. إن محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا بعد أن يعمله، وما نهى عن شيء إلا وهو كاف عنه منتهٍ عن القرب منه. وكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودعك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قمتهم العالية، وخذ أولئك العلماء رضوان الله عليهم. أبو حنيفة رضوان الله عليه كان سائرا يوما في شارع من شوارع بغداد، فقال رجل لأخيه وهو يسمع: ترى هذا؟ هذا رجل يصلي الفجر بوضوء العشاء كل ليلة. فقال: إني لأستحيي من الله جل وعلا أن يقال عني هذا ولا أفعله. فظل 40 سنة بعد يصلي الفجر بوضوء العشاء. عباد الله، إن زكاة العلم أن تعمل به، إن زكاة العلم
بعد العمل به ان تدعو اليه، ثم ان تصبر على الاذى فيه. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تظن ان مجموع هذه الصفات يمكن ان يجتزئ شيئا من بعد شيء؟ فيقول الله جل وعلا وهو الحكيم الخبير اللطيف: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا ولم يعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات ولم يتواصوا بالحق، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ولم يتواصوا بالصبر. انه مجموع يقابل اصلا مؤصلا. والعصر ان الانسان جنس الانسان لفي خسر، لفي خسران، الا من تحلى بهذه الصفات لانها تكون مجموعة في هذا الانسان المستثنى، والا ففيه من الخسران بحسبه. وانظر الى الايمان المنتج العامل في دنيا الله رب العالمين عملا، انظر الى هذا الايمان في قول ربك جل وعلا: الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، فليكن الايمان شعلة متأججة في قلوبكم. عباد الله، فلتكونوا داعين الى دين الله رب العالمين عملا وفعلا، لا مقالا وقولا، لان ذلك قد يكذبه العمل فيتأتى النفاق والرياء والسمعة. نسأل الله ان يعيذنا من ذلك اجمعين. عباد الله، ان المعرفة المجردة وحدها لا تكفي، ان العلم المجرد وحده لا يكفي، بل انه يكون وبالا على صاحبه يوم القيامة، كما قال ابو الدرداء رضوان الله عليه: ويل لمن لم يعلم مرة، وويل ثم ويل ثم ويل لمن علم ولم يعمل. او قال رضوان الله عليه: ويل لمن لم يعلم مرة، وويل لمن علم ولم يعمل 7 مرات. او كما قال رضوان الله عليه: من علم ولم يعمل فهو في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تندلق أقدامه، تندفق مصاريله، يدور بها في النار كما يدور الحمار برحى، يجتمع عليه أهل النار يقولون: يا فلان، ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيا علماء الإسلام ويا دعاة الإسلام وحماة الدين المتين، فليكن دين الله رب العالمين مطبقا في قلوبكم وفي حيواتكم، وعلى من ملككم الله رب العالمين أمرهم، ممن جعلهم الله رب العالمين تحت أيديكم وفي عصمتكم، وممن لكم الأمر عليه، فليكن دين الله جل وعلا مطبقا في ذوات أنفسكم وفي حبات قلوبكم وفي حركاتكم وفي سكناتكم، وعندئذ تجد دين الله رب العالمين في الأرض قائما. نسأل الله رب العالمين أن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، أجرنا من النفاق، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، أجرنا من الرياء، اللهم أجرنا من الرياء، وخلصنا من النفاق، اللهم جنبنا النفاق، وجنبنا الرياء، وجنبنا السمعة. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم خذ بأيدينا إليك، واقبل بقلوبنا عليك،
اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. اللهم سدد ألسنتنا سدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا اهد قلوبنا اهد قلوبنا. اللهم ثبت اقدامنا ثبت اقدامنا ثبت اقدامنا. اللهم طهر اعيننا من الخيانة طهر اعيننا من الخيانة. اللهم طهر اعيننا من الخيانة وطهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من النفاق طهر ألسنتنا من الكذب طهر ألسنتنا من الكذب. اللهم ثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وأعلي درجاتنا وثقل موازيننا. اللهم اشرح صدورنا اشرح صدورنا اشرح صدورنا. اللهم اصلح بالنا اللهم اصلح بالنا اللهم اصلح بالنا. اللهم ارزقنا العلم والعمل ارزقنا العلم والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار اكتب لنا البراءة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم استر المسلمين في كل مكان واحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين واحفظ أوطان المسلمين وصن ديار المسلمين. اللهم عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم أرنا فيهم آية أرنا فيهم آية أرنا فيهم آية. اللهم أرنا فيهم آية. اللهم فليأتهم أمرك من حيث لا يحتسبون. اللهم فليأتهم أمرك من حيث لا يحتسبون. اللهم فليأتهم أمرك من حيث لا يحتسبون. اللهم دمر عليهم دمر عليهم دمر عليهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أدير الدائرة عليهم واجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعلهم وأموالهم وأولادهم وعدتهم وعتادهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.